لما بيسيب، يعني يمكن عمر كان قاعد دلوقتي حالا معايا، لما لعيب بيسيب النادي الاهلي ويرجع له تاني بيبقى حتى لما بيسيبه بقى عنده شعور عايز يرجع تاني. دي حقيقة طبعا. أنا سبت النادي الأهلي سيزون 2017-2018، بعد كده رحت نادي الجيش سنتين، بعد كده رجعت النادي الأهلي تاني. بيبقى شعور كبير وبحس بفخر إن أنا راجع بيتي تاني مرة تانية. يعني يمكن برضو وجود كابتن طارق محروس، أنت اتمرنت معاه في طلائع الجيش، مش حاسس بغربة؟ مدير فني وكمان أكيد كل اللعيبة زمايلك، يعني بتهيألي أنت مش حاسس بغربة. يعني يمكن لو لاعب محترف جاي جديد، لاعب اول مره يلعب في النادي الاهلي، انت بالنسبه لك بتهيالي ده مش موجود. طبيعي. يعني لان كابتن طارق طبعا اتدربت معاه سنه في الجيش، وبعد كده السنه الثانيه جه مدرب جديد في الجيش. طبعا النادي الاهلي مش غريب عليا، واللعيبه نفسهم مش غريب عليا، انا لعبت معاهم سيزون كامل 2017-2018. خدت ابطال كوش بتهيألي يا كابتن. خدت ابطال كوش وخدت الدوري العام. صحيح. يعني فكان بالنسبه لي مش مفيش رهبه، مفيش شعور، مفيش قلق، لان اللعيبه دي لعبت معاهم كتير. واللعيبه الصفقات الجديده زي نعمان وزي عمر ياسين وزي اسامه، كلنا يعني تقريبا لعبنا مع بعض، ما عدا طبعا كابتن اسامه لان ما حصلش فيه احتكاك. طبعا طبعا. بس يعني